هنعمل بقى ايه طريقه للبطاطس. حلوه قوي، سهله سريعه. انا بس اغسلها حلوه قوي ماشي، وبعدين اقطعها كده، مش رفيع قوي ومش تخين قوي كده. وهروح بعد كده واخداها نص سلقه على النار. يعني ايه نص سلقه؟ يعني بالسمك ده هخليها تغلي دقيقتين بالظبط. بقت بالسمك ده كده، هاخدها بقى انا حاطه على النار ميه، هنزلها فيها كده تمام، وهخليها تغلي دقيقتين. هنا قطعنا البطاطس حطيناها على في الميه عشان تغلي دقيقتين. بعد ما طلعناها، طبعا انت سبقتني ماشي، شاكرين جدا والله. رحنا مطلعينها بالشكل ده، ده كده النص سلقه. ايه بقى التوابل اللي معاها؟ ملح، فلفل، كمون، بابريكا، شويه زعتر، شويه زيت. سهله، ملح، فلفل، كمون، شويه زعتر، شويه زيت، بابريكا. بابريكا حط عليها حبه ملح كده، حبه فلفل اسود، حبه كمون، حبه زعتر تمام، وشويه زيت. شويه زيت يعني ايه شويه زيت دي؟ يعني بسم الله قولي معلقتين كبار كده، وابدا ادهن كده اهو. نعم قولي. هدخل بقى دي الفرن بالشكل ده تمام. هي بقى هتشرب من الزيت، الزيت ده هيشرب مع كل الكميه دي من البهارات الحلوه اللي احنا حطيناها دي. خفيف 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 خفيف.